قال خطيب يوم عرفة الشيخ ماهر المعيقلي إن الحجاج في يوم عرفة يقفون موقفا عظيما، وأضاف أن الله تعالى يباهي الملائكة بحجاج بيته الحرام. حجاج بيت الله الحرام، إنكم في عرفة في موقف عظيم، يباهي الله بكم ملائكته، فهذا موطن شريف وزمان فاضل، تضاعف فيه الحسنات وتغفر فيه السيئات وترفع فيه الدرجات، فأروا الله من أنفسكم اتباعاً للسنة واقتداءاً بالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم.